أنا ابن رع محبوب آمون وحوت حامس أنا قاهر موسى وصاحب هذا المعبد العظيم. أنا من يشهد له بانتصاراته التاريخ ويذكر له نشره السلام على الأرض. أنا ملك مصر رمسيس الثاني. جميلة المحيا سيدة الأرض، عظيمة المديح التي تشرق الشمس من أجلها، زوجة ملك مصر الأعظم. أنا من شيد لها رمسيس الثاني هذا المعبد العظيم. أنا ملكة مصر نفرتاري. اتولدوا في النوبة ونشأنا وخدنا فترة الطفولة بتاعتنا المرحلة الابتدائية في منطقة في بلدنا هنا في أبو سمبل. احنا آخر جيل عاصر النوبة، آخر جيل ترعرع فيها وعارف قيمتها بشكل صحيح وعارف يعني ايه ارتباط بالنيل وارتباط بالمكان وارتباط بالمعبد. انا شخصيا بقى خدت القرار انا واخويا فكري واثنين ثلاثة من اللي كانوا موجودين هناك في الفترة دي، ان لا يعني المساله مش هتبقى ان احنا ندعم واحنا بعيد، ده احنا لازم احنا نكون في اول الصف ونقعد، لان لو احنا ما بداناش مفيش جيل تاني هيقدر يجي. النوبه هي جزء لا يتجزا من الحضاره الفرعونيه. فالزمن يتغير والنوبة تبقى بتراثها العريق وعاداتها وتقاليد أهلها التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين. هي بوابة مصر إلى قلب القارة السمراء. من النظرة الأولى يمكنك أن تعرف من هم أهل النوبة. أصحاب مدرسة فريدة في الفن والنحت والنقش. ومدرسة موسيقية عذبة. أصحاب شمس دافئة تظهر بوضوح في ملامح مصرية أصيلة. النوبة هي امتداد حقيقي لحضارة عريقة يمتد عمرها لأكثر من 7000 سنة. مع شمس كل يوم جديد على أرض النوبة يشهد معبد أبو سمبل بشموخهما على عظمة وريادة مصرية وإعجاز معماري وهندسي فريد.
فمعبد رمسيس الثاني له تأثيره العميق في النفس لروعة نقوشه الدينية والتاريخية التي سجلت انتصارات وفتوحات أعظم ملك في مصر الفرعوني. معمار متناسق مع البيئة ومنظومة هندسية متفردة تتجلى في إعجاز تعامد الشمس في 22 من أكتوبر والثاني 22 من فبراير من كل عام، حيث تتعامد الشمس على وجه 3 تماثيل فقط من بين 4، هي تماثيل رع حور أختي ورمسيس الثاني وآمون، دون أن تقترب من تمثال إله العالم السفلي بتاع في إعجاز أشهد له العالم. أما معبد حتحور نفرتاري الذي أمر الملك بحفره في الربوة المجاورة لمعبده وخصصه لعبادة الإله حتحور، فإنه يعد إنجازاً فنياً رائعاً بنقوشه أعمدته وصرحه. في هذا المعبد التي تشيد فيها تماثيل الملكة بنفس حجم تماثيل الملك، لم يكن نقل معبدي أبو سمبل الذي بدأ عام 1959 بالحدث الهين، بل كان حدثاً تاريخياً في حد ذاته، فقد انطلقت حملة عالمية اشتركت فيها مصر مع منظمة اليونسكو مع عدد كبير من العلماء والمؤرخين والأثريين من كل أنحاء العالم لتفكيك المعبدين وتجميعهما بنفس النسب للحفاظ على مظهرهما الأصلي. وبالفعل اكتملت عملية النقل في ديسمبر عام 1966. النوبة درة أثرية لعصور مختلفة، فالآثار تتناثر على أرضها كاللآلئ، مثل معبد وادي السبوع الذي بناه رمسيس الثاني والذي يعتبر ثاني أكبر معبد في المعابد النوبية. على بعد 20 كيلومترا منه نجد معبد عمدة الذي خصص للإلهين آمون رع حور ورع حور أختي، وفي هذا المعبد سجل الملك تحتمس الثالث ذكرى انتصارات الملك سنوسرت الثالث في أرض النوبة.
إن معبدي أبو سمبل جزء من حضارة مصرية عريقة شيدت على أرض النوبة واجتمعت بها كل أركان الإعجاز، فجذبت إليها أنظار الملايين وأبهرت العالم. إنها الحضارة، إنها التاريخ، إنها مصر.